عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري. وتم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة لإقامة مصنع على مساحة تتراوح بين 300 و400 ألف متر مربع لتصنيع مادة SPC المستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد لإقامة مشروع بمصنعها القائم على مساحة 150 ألف متر مربع، وذلك لتصنيع أخشاب MDF لاستخدامها في صناعة الأثاث مع صيانة المعدات الحالية للمصنع وإنشاء خط إنتاج جديد وتشغيل العمالة الموجودة بالمصنع الحالي. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتعزيز الاستثمارات الخاصة بها في السوق المصري، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها.